Hello les copines, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la dernière vidéo de l'année 2021, qui était une année longue pour nous. Il y avait beaucoup de difficultés, des défis de la vie et de nous-mêmes, comme il y avait beaucoup de choses, des réussites, des exploits, fier beaucoup de choses. J'espère que l'année 2022 sera meilleure et meilleure. Sinon, aujourd'hui فقت بكري. اول حاجه درتها هو اني رتبت لا شومبر تاعي، باسكو كي نرتبها فريمون نحس باللي كميه ستريس كبيره راني تخلصت منها. ابري ديريكسيون لا كوزين بور بريباري ان تي داج، كي نحب ندير هكا يوم يكون سبيسيال نبداها من الاول، من فطور يكون شويه سبيسيال هكا باش ندير جود فايبس ويفوت نهاري جميل. دونك هنا وجد دي كافر مع دي فروي ساك او تيزان. حاجه مليحه في 2021 هو اني تعلمت نشرب لا تيزان سون سكر، دونك هذه حاجه مليحه. Sinon, direction la chambre taille, nous sommes tranquille. Je vais dire que nous sommes le PC. Pardon, nous sommes le PC où nous sommes un podcast de Chloé Bloom. Donc, c'est une française, coach de développement personnel, Telmiel Bacharia, Totwer Zat, et la Akhari. Donc, je vais vous dire les podcasts de Tahab. Je vais vous les sujets les dire. هي تحكي اون فرونسي، سي اون فرونسيز، دونك دو زونان تستفادوا منها، تهزوا لا لانغ منها. والحاجه الثانيه هو انه تخليوا حياتكم، تمدلكم دي زاستوس، حوايج اللي لازم تتبعوهم باش تخليوا حياتكم حياه جيده. هي امبوسيبل تكون حياتنا بارفيت، باسكو على قد ما خططنا وعلى قد ما درنا هكا حوايج هكا عاونا يسراونا يدو، ما على بالناش وكتبنا ربي سبحانه. اكيد اي حاجه كتبها لنا هي خير لينا. سينو احنا نحاولوا تكون حياتنا جميله، دونك نستمع الى لي بودكاست تاعها. ابري كي نخلص الفطور راح نوجد بور بروندر اون دوش، اون بون دوش شاد، باسكو اليوم لازم نكون ريلاكس، لازم نكون مسترخيه، باسكو راح نكتب اهدافي لسنه 2022. دونك هنا وجدت الحوايج اللي راح نلبسهم، وجدت لو بارفان كلك برودوي اي تو. ابري ديريكسيون لا سال دو بان. كي نخرج من لاصال دو بان درت شويه باخور باش ندير هكا جود فايبس ورائحه عطيره في لا شومبر. وجات هنايا لي برودوي سوان اللي نستخدمهم بعد لا دوش اللي راح نبارطاجيهم معاكم، درتهم في هاد لو بلاطو. دونك اول حاجه نستخدمها اللي هي هاد لو ماسكارا دو شي غارنيي، هذا اللي زي مخدوم بالباباي، عندي بزاف وانا نستخدم فيه يعجبني بزاف. نديرو هكا في لي بوينت، ندير غير اون بتيت نوازيت هكا في يدي ونديرو في لي بوينت باش نوجد شعري لي سيشوار. ترتيب الجسم نستخدم كيما قلت لكم من قبل زي جونسون للاطفال، جو لا تروف فريمون بارفيت في فصل الشتاء. فصل الصيف تكون ثقيله شويه على لوكور على لابو، مي في فصل الشتاء الي بارفيت، ترطيبها رائع وتمد رائحه فريمون طيبه وتخلي لكم لابو تاعكم بو دو بيبي. دونك ندير بها كامل لوكور تاعي، الي فريمون جينيال في فصل الشتاء. Après l'hydratation de l'idée, nous utilisons la crème hydratante Proderma. C'est une crème pharmaceutique sans parfum. Je dis que j'ai allergie à la peau sensible. Et pour les pieds, je vous dis que la routine est très importante. Je vous dis que c'est une routine pour les pieds. Il y a une vidéo avant cette vidéo, une vidéo avant cette vidéo. Mais je ne l'ai pas vu beaucoup, donc allez voir les pieds qui ne l'ont pas vu. Je ne vous dis pas que je vais vous dire les pieds parce que je partage avec vous les secrets et les étapes complètes. وبالنسبه لترتيب الوجه نستخدم هاد لا كريم هيدراتونت تاع لا مارك نوتروجينا. دونك سي اون كريم اللي عجبتني بزاف بزاف، جايه تري ليجير، لا تيكستور تاعها جايه جيل. ننصح بها البنات اللي عندهم لا بو غراس ولا البشره الدهنيه، باسكو جايه فريمون خفيفه بزاف على لابو، ما تبقاش مزيته في البشره رابيدمون. تشربها البشرة تاعكم، نستخدم معاها هذا الرولر اللي جاي كيما هكا حجر، تستخدموه باش تنقصوا من ظهور تجاعيد وتمنعوا ظهورهم، سورتو هذوك لي غيد الصغار تاع لي غيد ديكسبرسيون اللي يكونوا في الجبين ويكونوا هنايا كيما الابتسامة. دونك ندير لهم حركات كيما هكا بهذا الرولر. هاد لي دو برودوي هادو مانيفيك مع بعضهم.
وبالنسبة للأسنان ما نساوهمش نستخدم هاد الشاربون هذا تاع لا مارك شارغانا، سي اون بودغ هكا تاع كاربون، نستخدموها باش تبيضوا أسنانكم، تتم التبييض بدرجة إلى درجتين، نستخدمها مرة إلى زوج مرات في الأسبوع. تغسلوا بها عادي أسنانكم كيما الدونتيفريس، تمد لكم بياض. دونك أنا عجبني هاد لو برودوي وراني نستخدم فيه وننصحكم به. فوالا. ابخي دي ليتاب اللي نحبها بزاف بزاف اللي هي لو بارفان. لو بارفان اللي نستخدم فيه اون سمومون اللي هو هاد لو بارفان اوركيد تاع زارا، لا مارك زارا. دونك سي ان بارفان تري تري ليجي، هو اون فيت تاع فصل الصيف، مي انا يعجبني حتى لفصل الشتاء. دونك جاي هكا تري ليجي، جاي فري، في دي نوت هكا اللي جاي سكري، جاي فلورال، يعجبني جاي خفيف. تستخدموه بور تو لي جور، هذا هو اللي نديرو. فوالا لي كوبين، ابخي بعد ما كملت هاد الحوايج كامل نقعد ونايا مسترخيه. اليوم هو اخر يوم من سنه 2021 كما قلت لكم، الحاجه اللي نحب نديرها في نهايه كل سنه اللي هي كتابه الاهداف، والحمد لله هذه طريقه فريمون تري تري براتيك واللي ننصحكم بيها. اول حاجه جيبوا ورقه وقلم ولا بلانر ولا اي حاجه عندكم، وقعدوا كونوا مسترخيين ونحيوا كامل الافكار من راسكم والشوائب اللي يكونوا في عقلكم، وقعدوا مع رواحكم وحاولوا تحددوا اهدافكم. البنات كاين فرق بين الحلم والهدف، هذه نقطة اللي حابة نوضحها لكم. الحلم هو حاجة كبيرة كبيرة اللي تشكل من العديد من الاهداف. دوك نعطيكم مثال باش تفهموني اكثر. باغ اكزومبل انت يا حلمك مثلا نقولوا كاينه فتاه حلمها هو انه تكون مصوره كبيره، فوتوغراف معروفه. دونك باش تطبقي هذا الحلم هذا ولا باش ترياليزي الحلم هذا في الحقيقه، لازم تفوتي على مجموعه من الاهداف. الحلم متشكل من مجموعه من الاهداف اللي ننصحك انك تحكمي ورقه وقلم وتكتبيهم. باغ اكزومبل شنو هما الاهداف اللي يكونوا موافقين لهذا الحلم؟ اول حاجه تحددي هدف مثلا هو انه لازم تشري كاميرا باش تبداي تحقق الهدف تاعك اللي هو التصوير. ثاني حاجة ولا ثاني هدف تكتبيه مثلا هو انك لازم لازم ديري دورة في التصوير باش تكوني محترفة. مثلا ثالث حاجة تقرري انك ديري هدف هو انك لازم تفتحي باغ اكزومبل باج انستغرام ولا فيسبوك ولا، وتحطي خدمتك وعملك هكاك البسيط باش تكبري صفحتك ويعرفوك الناس قبل ما توصلي الى حلمك. دونك فوالا، هاد الاهداف هذو البسيطة هما اللي يؤدي الى الحلم. دونك لازم حاجه ضروريه وانديسبونسابل هو انكم تكتبوا اهدافكم. وفائدتها كي تكتبوها على الورق هي فائده كبيره كبيره، ماشي كيما كي تخليهم مخزنين في عقلكم، هذا ما كان. باسكو تو سامبلومون مع ظروف الحياه ومع الحوايج اللي رانا نديرو فيهم ولي روتين تاعنا وبزاف هكا حوايج ومسؤوليات في الحياه، راح تنساو شنو هما الاهداف اللي راكم حابين تحققوهم. دونك دو بريفيرونس تكتبوهم على ورقه وبقلم باش دو طون 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 تروحوا تشوفوهم وما تنساوهمش في مسؤوليات الحياه. فوالا، واحساس جميل رائع رائع كي كل ما تحققوا هدف من هاد الاهداف تكوشيو عليهم، راح تشعروا فريمون بشعور رائع رائع وفرحه كبيره بزاف، وتحسي بلي راكي انسانه اللي عندها هدف في الحياه، اللي ماشي تمشي برك في الحياه وعايشه هكاك، بالعكس انت انسانه منجزه، انسانه هادفه، انسانه حالمه، انسانه فريمون عندك قيمه ومعنى في هاد الحياه. كما قلت لكم قبيله، مهما خططنا ومهما حددنا الاهداف وكلش، كل شيء يبقى بيد ربي سبحانه، هو اللي كاتب لنا حوايج راح يكونوا خير لينا وخير من تخطيطنا بألف مره. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله سنه 2022 تفوت سنه جيده علينا بوجود كامل الناس اللي نحبوهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي ما يحرمنا من حتى واحد نحبوه ولا من حتى حاجه نحبوها، ويرزق كل واحد ما يتمنى. سينام بعد لبست حوايجي وخرجت، رحنا للسينما باش نتفرجوا ان فيلم، وسيتي لو فيلم اللي فريمون كامل كامل عندنا ذكريات معاه وفوتنا لحظات ملاح معاه، اللي هو هوم لون، اللي ديما نتفرجوه في هاد لا بيريود هادي تاع العام في نهاية السنة. فكرنا هكا هما يحتفلوا بالكريسماس، يفكرنا حنا في السنة الجديدة وكلش. دونك رحنا تفرجنا في السينما وفرحوا بزاف الأطفال، وكان جو مليح وكان ضحك هدو. He's only kidding.
فريق كابين، دونك نتمنى انكم تكونوا ديما سعداء، ماشي غير السنه الجديده، تكونوا ديما فرحانين بوجود الناس اللي تحبوهم وتحققوا بزاف من الحوايج اللي راكم متمنينهم ان شاء الله. تلقاو في لا بروشين فيديو في سنه 2022. باي باي.